كما ينضم إلينا هاتفيا دكتور أحمد سيد أحمد خبير علاقات الدولية بالأهرام. أهلا بحضرتك وبعد التحية. تعقد الآن في قصر الإليزيه مباحثات القمة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي، ماذا تتوقع أن تحمل تلك القمة من ملفات؟ يعني في اعتقادي أن هذه القمة هي تأتي في سياق القمم الدورية واللقاءات المستمرة بين الرئيس سيسي والرئيس ماكرون في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست في مجالاتها السياسية والاقتصادية والعلاقات الثنائية. أنا في اعتقادي دائما أن هناك ملفات دائما ما تحتل أجندة الرئيس، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى القضايا الإقليمية والدولية. يعني بالنسبة للعلاقات الثنائية، في قلب الأجندة وفي قلب الملفات هو تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا، وهي استثمارات كبيرة. يعني فرنسا دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر اقتصاد بعد الاقتصاد الألماني. مصر كدولة إقليمية مهمة لها اقتصاد واعد ومعدلات نمو مرتفعة وبيئة كبيرة من الاستثمارات في المشروعات القومية الكثيرة المتنوعة، وبالتالي هذا بينشئ فرص كبيرة لتطوير الاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات الفرنسية إلى الداخل، وبالتالي جزء من الملف هو دبلوماسية التنمية، أي دعم علاقات الرئيس الجيدة والشراكات مع الدول الأوروبية ومنها بالطبع فرنسا في تعزيز التنمية في الداخل. خاصة أن فرنسا رئيسة الاتحاد الأوروبي الآن. نعم، فرنسا هي بوابة مصر حقيقة إلى الجانب الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، وبالتالي هذه القمة تهدف تأتي في سياق دائما مساعي الرئيس السيسي. يعني عندما نربط جولته بألمانيا وقبلها ثم بعدها بصربيا ثم الآن بفرنسا، بنعني أن العلاقات الأوروبية المصرية شهدت طفرة كبيرة حقيقة، وأن مصر منفتحة لكل الاقتصادات سواء في غرب أوروبا أو في وسط أوروبا أو في شرق أوروبا، بما يعظم الاستفادة من المزايا النسبية لهذه الاقتصادات. يعني العلاقات الثنائية، فرنسا لديها مزايا مهمة في مجال التكنولوجيا، في مجال الاتصالات، الطاقة، المواصلات، ونحن نعرف التجربة الفرنسية في مجال السكك الحديدية والمترو في مصر. هناك أيضا تعاون على المستوى الأمني، على المستوى العسكري وحملات الطائرات الفرنسية وطائرات الرافال، وبالتالي علاقات متشابكة، علاقات متعددة، علاقات يعني متنوعة على مجالها السياسي، الاقتصادي، التجاري، الاستثمارات المشتركة، وهي تعطي حقيقة هناك خصوصية للعلاقات المصرية الفرنسية، إلى جانب أيضا الشق الثقافي. يعني منذ الحملة الفرنسية وهناك بعدا ثقافيا لهذه العلاقات. المركز الثقافي الفرنسي في مصر له عدة فروع. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد خبير علاقات الدولية بالأهرام.